اهلا وسهلا، مرحبا بكم حبايبي. من تتابعيني اتمنى تكونوا بصحه جيده. قبل ما نبدا هاد الوصفه هادي كنقول لكم كيف بقيتو مع الزلزال، مع الخلعه ديال الزلزال. المهم انا باقا فيا، ما نقولش لكم واقسم لكم يمينا الا باقا معلقه في الباب. الادوات ديال الكوزينه معلقاهم في الباب، لانه باش الا ضرب الزلزال الله يستر يحرك الباب ونتحركوا حتى حنايا نفيقوا. وفات المناسبة الأليمة كنترحم على جميع 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 اللي ماتوا، الله يرحمهم الله يغفر ذنوبهم يا ربي، والله يشافي المرضى والمصاب واللي تصابوا، والله يعوض كل ما ضاع للأحياء، كل ما ضاع منهم الله يعوض لهم يا ربي. نبداو على بركة الله. المهم هنايا عندي السوسيس، وعندي لاداند، وشي شويه ديال الكفته. المهم داكشي اللي عندي في الفريكو انا كنجبدو، وعندي هنايا البيض، وعندي كذلك صلصه منسيليه. هاد الصلصه هادي هي مطيشه، ماما كتشدها مطيشه كتكون طايبه بزاف بلا ما كنرميوها. كنقيها، كتنقيها ماما مزيان وكديرها في الماء، وكتزيد عليها التوابل، كتزيد عليها الابزار وشويه ديال العطريه، شي سكينجبير، شي شويه ديال الخرقوم، شي شويه ديال بابريكا هي هي التحميره، وزويته بلديه، وشي شويه ديال الزعتر باش ينسمها، وشي شويه المليحه. كتخليهم حتى يطيبوا مزيان حتى تطيب، وكطحنها وكتخليها حتى تتنشف مزيان، ما تبقاش فيها الماء باش ما كتخسر. صافي، وكديرها في الفريكو وقت ما احتاجيناها، وكدير فيها حتى شي شويه ديال الثومه وقت ما احتاجيناها كنجبدوها. كناخذ المقله اللي ما كتلصقش، كنسخنها مزيان مزيان حتى تتسخن، عاد كندير فوق منها داك لاداند مشرمل. ودائما كنقول لكم المقله كتسخنوها مزيان، عاد ديروا فيها لاداند واي حاجه بغيتوا، دغيا كتسوطوها شويه صافي كتفنديوها، ما كتخليوش كطيب بزاف باش ما تقصعش شي حاجه فايته بزاف كتقصع. ولا كانت المقله سخونه من الاحسن، اي كديري دغيا كتحيديها. صافي، كندير الصوصيص حتى هو والكفته، داكشي الكفته اللي عندي. المهم اللي عندكم كديروه، ولا عندكم حتى شي الكمات فهم ديروهم. كنحط هنايا المقيله اولا مقله اللي غادي نديرو فيها اللي غنقدمو فيها، غندير فيها داك الصلصه كيف ما كتشوفو متلجه دغيا غادي يذوب، وغادي ندير فيها دوك اللحوم اللي عندنا. درت هنايا لاداند والصوصيص قطعتو، وغادي ندير الكفته حتى هي. الكفته حتى هي اللي درنا، هاد المقيله ما كتحتاج بزاف ديال الطياب لان كلشي طايب. انا كنبغي غير المقله تسخن ونحط فيها ديك الصلصه طايبه، وديك اسميتو صوصيص ولا دان الكفته، كلشي راه طايب عندي. وصافي، وكنقصيها البيض، البيض على حسب الناس اللي بغاو ياكلوا. المهم درت انا هنايا خمسة ديال البيضات اللي قاديت، صافي، وواحد جوج ثلاثة أربعة، أربعة ديال البيضات ماشي خمسة. المهم أنا قطعت هاديك هاد المقيلة هادي قطعتها على أربعة، كل واحد المرصو ديالو. صافي، وكنحيدوها من فوق العافية. المقيلة ديالنا صافي طابت وجدات في دقائق، ماشي بزاف ديال زعما كتاخد طياب. وهنايا من الفوق كتشدو، أنا شديت هنايا فورماجا سميتو سخنتها مزيان، وصافي كنزوق بها. قطعتها واحد شويه من الرويس وكنزوق بها من الفوق. اولا بغيتو فخوماج، فخوماج غابي ديروه من الفوق، اولا المهم اللي عندكم هاد الفخوماج ديروه، ولا فخوماج مرصويات ديروه. وهنايا عاوتاني انايا هنا المايونيز حتى هو زينتو من الفوق، كل التزيين تاعو اللي بغا. ما بغيتيش ديروا المايونيز ما ديروش، ديروا غير الفخوماج من الفوق، تيجي من الاحسن، تيجي لذيذ، تيجي رائع بنين بزاف. هذه هي المقيله ديالنا، نتمنى تعجبكم، ونتمنى تجربوها، كتجي بنينه وبنينه بزاف، ما كتاخذش الوقت بزاف. وانا كنقول لكاع اللي زعما الموظفين يمكن ليهم يطيبوا داكشي ويخليوه في الثلاجه، دغيا غير يجيو من الدار دغيا يجبدوه ويفقصوا فيه البيض ويديروا فوق منه الفخوماج، كتجي رائعه، تجي بنينه بزاف. نتمنى تكون عجبتكم هذه الطريقه هذه. هاد المقيله هادي كليتها انا في اسفي بطريقه اخرى، بصلصه ديال الطماطم وفيها فواكه البحر لي فخو دو مير.
وانا فضلت ندير هذه الطريقه هذه وعجبتني، اللي ما عندوش فواكه البحر يدير هذه الطريقه هذه، كيجي بنينه تجي رائعه بزاف بزاف بزاف. نتمنى تعجبكم، دمتم في امان الله، الى اللقاء.